حاس بضيق، رزقك قليل، الدنيا ضاقت فيك، تبي الحل؟ من لزم الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم الاستغفار أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا فقط لو جلست في صباحك ومسائك تكثر من الاستغفار، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي إلى المقبرة بالليل، خرج من فراشه وكانت ليلة عائشة، خرج من فراشه ليلة إلى بقيع الغرقد، ذهب ليستغفر لأهل القبور، وكانت آخر أيامه قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. الاستغفار، وما أدراك ما الاستغفار؟ الاستغفار. إبليس لما لعنه الله عز وجل قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين، عبادك هؤلاء لأحتنكن ذرية آدم إلا قليلا، سوف أضلنهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل يرد على إبليس قال: لأغفرن لهم ما استغفروني. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أحلى الكلمات وأجل الكلمات. إن القلب ليصدأ، شفت القلب يحوش مثل الصدأ الغبش، هذا القلب إذا صدأ كيف نجلوه؟ بالاستغفار. أن يجلس الواحد منا مجلسا فاستغفر الله 100 مرة ويتفكر في كلماته، يقول أستغفر الله أستغفر الله، سنة الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى لمن؟ قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. محظوظ هذا، هنيئا له الذي يأتي يوم القيامة يجد في الصحيفة كل استغفار، هذا هو الذي سوف يفوز عند الله يوم القيامة. العبادات التي نقدمها إلى الله نستغفر بعدها، لأننا ما أدينا حق العبادة، ما عبدنا الله حق عبادته. والله حتى في الصلاة أول ما نسلم سجدنا، ركعنا، قمنا، قرأنا، ذكرنا، دعونا، سبحنا، أول ما نسلم ماذا نقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، نردد هذه الكلمات، ما أجملها، تمحو الخطايا، تذهب الذنوب، تكمل العبادات. قال: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. فقيل: وما النجاة؟ قال: الاستغفار، أن يقول العبد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ما أحلى هذه الكلمات، رددها الأنبياء والمرسلون، أكثر منها الصالحون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الله يحب يسمعنا نستغفر. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله يحب أن يسمع من عبده أن يقول أستغفر الله أستغفر الله، لكن لا يقول أن العبد أستغفر الله وهو مصر على ذنبه ومعصيته. هذه امرأة تقول: مات زوجي وعندي أطفال صغار ونحن فقراء، يعني ما عندنا أموال. تقول: ضاق صدري، أنا أرملة، ما عندي أحد ينفق علي وأطفالي صغار، فسألت شيخا بعد أن ضاقت بي الدنيا، ماذا أصنع ماذا أفعل؟ قال لها الزميل: الاستغفار. قالت: أقول له ما عندي رزق لعيالي، حنا حالتنا ضعيفة، ويقول لي استغفر الله أنا ما أذنبت. قال لها: استغفر الله، هذا هو الحل. تقول: فظللت أنا وأوصيت أطفالي 6 شهور، ما ملت، مو بيوم ولا يومين، 6 شهور تستغفر الله عز وجل. تقول: والله كان عندنا أرض، أرض ما تسوى شيء، أرض بيعها يعني خسارة. تقول: هذه الأرض التي تركها زوجي جاء عليها مخطط فصارت من أغلى الأراضي وبيعت بملايين. تقول: فعشت أنا وأولادي حتى كبروا وتزوجوا
في رغد العيش بسبب ماذا؟ ورزقه الله من حيث لا يحتسب. كل الخيرات في الدنيا والآخرة مفتاحها الاستغفار. تريدون الرزق في الدنيا؟ تريدون الفرج؟ تريدون سعادة الدنيا والآخرة؟ بالاستغفار. حتى آخر الليل أهل التقوى يستغلون قبيل الفجر بالاستغفار. هذه من أوقات الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أين الذين يستغفرون بالأسحار؟ الإمام أحمد خرج في قرية من القرى مسافر، دخل إلى تلك القرية ما عند أحد يضيفه، ما يعرف أحد، وأهل القرية ما يعرفونه مع أن إمام أهل السنة. دخل مسجد ينام فيه، جاء حارس المسجد طرده، قال: ممنوع. قال: دعني أنام ساعة. قال له: ممنوع ممنوع، لازم تخرج. فطرد الإمام أحمد وجلس عند عتبة المسجد. ما قال له أنا الإمام أحمد، لو قال له لأدخله، لكن الإمام أحمد لا يفتخر بنفسه، رجل متواضع، وضعه عند عتبة المسجد. جاءه حارس المسجد دفعه، قال: أنا خارج المسجد. قال: أخرج. طرده حتى أوصله إلى قارعة الطريق، سمعه من خباز يخبز بالليل علشان يعجن والفجر يبيع الناس الخبز. نظر إليه أدخله، قال: يا شيخ تعال تعال أدخل. ما يعرفه، أدخله المخبز من البرد وجلسه عنده. خباز يعجن مع كل عجنة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تعجب الإمام أحمد، قال: يا فلان، منذ متى وأنت على هذه الحال استغفار؟ قال: منذ زمن. قال: أو أعطاك الله شيئا؟ حنا نعرف أن الاستغفار يأتي بالنعم والخير. قال: ما سألت ربي سؤالا إلا أعطاني إياه، كل سؤال كل طلب إلا طلب واحد. قال: ما هو؟ قال: دعوت الله أن يريني الإمام أحمد ما رأيته حتى الآن. قال: أبشر، قد جرني إليك الله جرا، أنا الإمام أحمد بن حنبل، استغفر الله استغفارا كثيرا.